أهلاً بكم مشاهدينا من جديد. من منا من لم يتذوق قوالب الحلوى أو الكب كيك؟ لكن قوالب الكب كيك في هيلين هي مختلفة وبمفهوم جديد، فالوصفة الخاصة للقوالب الحلوى جعلت لها أسلوب جديد للطعم. هيلين للحلويات جو دافئ يجلب السعادة لكل مرتاده. نشوف هذا التقرير ثم نعود. بدأت السيدة هيلين بإعداد الكوكيز والبراونيز من مطبخها الخاص منذ عام 1993، وذلك بعمل وصفتها السرية الأصلية للكثير من الحلويات الغربية اللذيذة. في الوقت الذي كان سوق الحلويات الغربية في بدايته، اتسعت شبكة المحبين لهذا النوع من الحلويات لتصل لكل الأهل والأصدقاء. بداية حابين نسألكم قصة اسم هيلين والوصفة السرية لحلويات هيلين، كيف بدأت؟ بداية الاسم جاي من اسم الوالدة هيلين، هي اللي أسست المحل. كل الوصفات هذه حقتها كانت تسويها من البيت من فترة بعيدة، من التسعينات تقريبا. من التسعينات أيوة، وانشهرت باسمها إنه هي تسوي الحلويات الأصلية هذه، الكيكات والكب كيكس والكوكيز. فبعد لما انتشر اسمها في جدة ما شاء الله، تقريبا في كل جدة يعرفوها بالحلويات حقتها، قلنا خلاص لازم نفتح محل ان شاء الله نتوسع، والحمد لله يعني ربنا وفقنا وفتحنا اول. تقدر تشرح لي اكثر ايش اللي يميز يعني هذه الوصفة؟ اللي يميز وصفاتنا كلها وصفات اصلية، ما بنعتمد على اي شيء، يعني اي اضافات او اي وصفات هذه التجارية اللي موجودة في المحلات، كلها يعني زي ما يقولوا اوريجينال ريسيبيز. يعني كلها من العيلة طالعة، ما هي موجودة، ما هي متوفرة في أي مكان تاني. أعتقد إنه هذا هو سرنا اللي بيميزنا عن أي محل تاني. وحتى المكونات يعني المعروف عن ربة البيت، لما تسوي في بيتها كيكة دائما تختار أحسن المكونات. أيوه. عرفتي دائما تروح تختار مثلا أغلى المكونات عشان تسوي الكيكة، لأنها بتسوي كيكة وكيكتين. إحنا أخذنا هذا الفكر وهذا التوجه، وقلنا إحنا نطبق نفس الشيء، يعني كأنها ست بيت. كنا حلويات المنزل. بالضبط. كنا حلويات المنزل بنفس الريسيبيز أو الوصفات بنفس المكونات، بس نقلناها إلى محل. والخالة هنا زي ما تفضل أخوي أكرم ساعدت في الموضوع ده، بخصوص إنه اسمها أصلاً يعني انتشر في جدة وكانت تبيع من بيتها. فهذا اللي يميزنا بين بقية المحلات، إنه نحنا نختار المكونات بعناية تامة، يعني هذا بيسكلي هو أهم شيء. طيب انتوا اول حاجه يعني حسيتوا انه الفكره ممكن تنفع كبزنس او كمحل، كيف حولتوا هذه الفكره اللي كان شيء عمل بسيط في المنزل وكان مجرد للاصدقاء او للعوائل وزي كذا، كيف حولتوها لخطوات عمليه ممكن تفتح ان نعمل محل حلويات بمفهوم جديد بنفس الكونسيبت او المواصفات اللي كانت في المنزل؟ والله هو اللي ساعدنا الحقيقه، زي ما قلنا من أول، إنه نفس الوصفات نفس المنتجات اللي كانت بتنباع من البيت أخذناها نفسها طورناها، يعني خليناها يعني بشكل تجاري، عرفتي؟ وهذا اللي ساعدنا، غيرت المواصفات يعني للشكل لهذا. بالضبط، يعني اضطرنا نضيف مثلا زي ما تشوفي الكراتين، الجو العام لنفس المنتج. أيوة. أنت لما تشتري ما بتشتري في الأخير منتج، تشتري جو عام مع المنتج. هذا واحد. اثنين، لا ننسى برضو في عنصر مخاطره لازم يكون فيه مع اي عمل، يعني انه نحن قلنا خلاص بما انه كان العمل من اول ناجح فكنا بنتوقع انه كم الفتره حقت العمل في المنزل؟ الفتره كانت يعني من زمان، يعني من اكثر من 15 سنه. 15 سنه ممكن نقولها كانت في المنزل. أكثر. وكان لها عملاء وناس، حتى عندنا منيو كامل برضو من البيت، من كامل من البيت. وحولنا هذا المنيو ونفس الوصفات، لو يعني حتى في شويه اشياء اللي تلاقيها في الحين في المحل في الديسبلاي هي نفسها اللي كانت الوالده تسويها من البيت بنفس الشكل بنفس كل حاجه. فهذا اللي تعطيها الطابع انه هذه يعني هوم ميد، يعني وسهلت علينا كثير اشياء. يعني المنيو زي ما تفضل اخوي اكرم من اول موجود، بس نقلناه الى شكل يعني تجاري اكثر. لانه تعرف واحد من البيت يسوي اشياء بسيطه يعني. أيوه. كمنيو كشكل. أيوه. نقلناها حولناها الى شكل تجاري واضفنا عليها اضافات، اضفنا عليها ما بسيطه ما عشان تقدري تاخذيها الى النكست ستيب او الخطوه اللي بعد.
يلعب سوق الحلويات في اقتصاد المناطق دور الميزان الذي يحدد قدرة المواطن الشرائية، فالحلويات تعتبر من الكماليات ومن الأساسيات في الأعياد والمناسبات. وشهدت المملكة العربية السعودية أكبر معدلات النمو لسوق الحلويات، إذ بلغ النمو فيها 24%، مما يجعل المنطقة واحدة من أكبر 10 أسواق للحلويات في العالم. اقتنعت بالفكرة، حب الناس للفكرة وللطعم أكيد هو اللي علق الكثير من عملاء المحل قبل حتى افتتاح المحل، بس كيف قدرتوا تكونوا مؤمنين أنه الفكرة هذه ناجحة لو طبقناها في مكان وسط جدة وسط المنافسة؟ يعني مطاعم للحلويات، محل الحلويات هو يعني مو شيء جديد، فكيف أخذتوا هذه الخطوة؟ بداية احنا تميزنا، احنا نازلين السوق عارفين انه لسه السوق في حاجه لهذا النوع من الحلويات. يعني كنا عارفين انه جده مليانه من الحلويات الشرقيه اللي هي الكنافات والاشياء هذه، ما في محلات كثير بتقدم نفس اللي احنا بنقدمه. فاحنا قلنا لا، انه جده لسه في حاجه الى هذا النوع من الكيكس اللي هي خلينا نقول الامريكيه. لسه السوق كان لسه في بدايته، احنا بدانا من 3 سنين، كان احنا وثلاثه اربع منافسين، حتى اقل يمكن، او منافس او اثنين اقل من كده. فقلنا لا، انه يعني عملنا طبعا دراسة جدوى وعملنا كل الدراسات حقتنا ودرسنا كل المنافسين. في بعض الأشياء اللي نفسنا احنا بنقدمها في محلات في مطاعم، أيوه، تكون في الديزرت منيو حقهم. بس احنا لا، قلنا خلاص احنا نكون مطعم كامل متخصص في هذه الحلويات. يعني الفكرة انه يعني الواحد زي ما نقول في الأول لازم تاخدي عنصر مخاطر، لازم تاخدي مخاطرة بسيطة، هذا لابد تحطيها أصلا مع دراسة الجدوى، هذا واحد. اثنين، لما بدأنا من 3 سنين ما كان في احد، يعني كان في 2-3 بالكثير الا في السوق، والسوق يحتاج، يعني القطاع الحلويات الشرقيه والكنافات وكذا كان موجود. بس نحن قلنا لا، نحن اصلا ما بنبيع اصلا حلويات غربيه، لا بنبيع يعني مخبوزات خلينا نقول غربيه بس بنكهه منزليه، وهذا الشيء الوحيد اللي يميزنا عن الباقي، انه من جد انت بتاكلي كيك بس زي ما كانت والدتك وجدتي. ايوه، بيتعمل في البيت. ايوه، مداقبه. طيب بعد كده انت تفضلت وقلت انه عملتوا جدوى وعملتوا دراسات، مين كان داعم لكم في الفكره؟ مين كان مؤمن كثير بهذا الفكره؟ والله احنا كشركاء يعني كلنا عائله واحده، وبعض الاصدقاء كلنا الحمد لله كنا مؤمنين، وبرضه نرجع نقول على نفس الفكره اللي هي كانت الوالده من زمان، فكلهم اوريدي عارفين الحلويات طعمها سويها، اسمها كان مره مشهور الحمد لله، وعلى هذا الاساس الحمد لله يعني تبنت الثقه في الموضوع. يعني ما كان صعب انك تقنعي الشركاء من يوم قلنا لهم خلا هيلين الحلويات تبعها بس نبي نقولها الى محل، قالوا احنا معاكم. يعني نحن بدانا، يعني كنا في يعني بداياتنا، يعني نحن في بداياتنا تبع. طيب انت دخولكم عالم رياده الاعمال او تاسيس عمل خاص، ما واجهت صعوبه او كان عندكم احد بيساعدكم من الناحيه؟ والله شوف، الصعوبة موجودة وطبعا واجهنا صعوبة كثير. تقدر تبدأ من صعوبات مادية بداية، انه كيف يعني ما كنا نعرف بالضبط المحل يكلف قد ايش، عرفتي؟ اشياء مفاجآت تطلع لك وانت بتسوي المحل، تكوني عاملة حسابك على مبلغ معين يجيك المبلغ اكبر، هذه صعوبات في البداية. الصعوبة الثانية انه نحن خبرتنا في المجال هذا بالذات يعني محدودة، فبالتالي يعتبر كله تعليم كان لنا، فهذه كلها كانت صعوبة، لأنك أنت بتخوضي شيء جديد وما تعرف في نهاية الخط إيش هو بالضبط. بس كله بتوفيق من الله الحمد لله تجاوزنا. عملت هذه الدراسات وخلاص قررت إنه تبدأوا في العمل الخاص، طبعاً هذه الصعوبات اللي واجهتكم كيف قدرت تعديها؟ هل أخذت خبرة أو دراسات مثلاً من الغرفة التجارية، من جهات معينة، من رجال أعمال كانوا داخلين معكم في طريقة الدعم اللوجستي؟ أو احنا في البداية أخذنا أو طلبنا مساعدة من ناس أصحابنا سووا نفس الفكرة في أماكن تانية، في بلدان تانية. أفتكر شخصياً كان اخويا كان له صديق وبدا نفس المشروع في دوله ثانيه، ساعدنا كثير من ناحيه دراسه جدوى ودراسات ماليه وكذا. وبعدين خلاص لما بدانا هنا يعني نشوف الخبرات اللي حوالينا، يعني اصحابنا اقاربنا اللي بداوا مشاريع اوريدي كانوا رجال اعمال وساعدونا، يعني ساعدونا كيف يعني فتح المحلات التجاريه، الرخص، الاشياء
هل هذه التخليصات والرخص وزي كده هل هي صعبة؟ يعني لسه واجهتوا فيها صعوبة في الاستخراج بعض التراخيص كده؟ والله شوفي هي ما هي سهلة ايه وما هي صعبة. مشكلة الإجراءات شوية طويلة صراحة. يعني هذا هو بس عتبنا البسيط في قطاع الأعمال كله، إنه كشاب في مقتبل حياته بيسوي بزنس حيصدم بروتين يعني أشبه ما يكون قاتل صراحة. في أشياء طلبات تعجيزية، بس إنه طلبات يمكن نحن نشوف لها ما لها معنى، بس يمكن يكون لها معنى، بس إنه هذه واحدة من الأشياء اللي شوية تعبتنا وطفشتنا صراحة. ابتداء من اختيار الاسم، سواء مسموح ولا مو مسموح، ولا واللوحة ومتى تحط اللوحة، قبل ما تفتح المحل ولا بعد ما تفتح المحل. يعني واحدة من الأشياء أقول لك إنه نحنا اضطرينا نفتح المحل ونستأجر المحل وندفع فلوس المحل وبعدين نحط اللوحة حقت المحل وبعدين تيجي البلدية تشوف إذا كان. فكان في وقت حق الإيجار هذا بيكون خسارة، ما يكون في شغل. هذا يكون في وقت ضايع كثير وما أنت عارفة طب لو ما وافقوا إيش يصير. يعني هذه واحدة من الصعوبات اللي صارت من ناحية الإجراءات والروتين. بس زي ما تفضل أخوي أكرم، إنه يعني أصحابنا من رجال الأعمال، من الناس القدام، من الأشخاص اللي كنا اللي بنشتغل عندهم زمان معاهم في شركاتهم، حقيقة ما قصروا. يقولوا لك مثلا من فين تشتري المعدات الفلانية، من فين إيش تسوي. يعني سهلت الواحد مع معارفه. أيوه مع المعارف أكيد. طيب إدارة المنشأة بعد الافتتاح وبعد هذا، كيف كانت إدارتكم لإدارة التسويق؟ طبعاً نتسوق من محل غير لما تسوق من منزل، حيكون في عندك مخاطر أكبر، حتكون عندك تحديات أكبر، فتقدر تشرحوا لي أكثر عن استراتيجية التسويق كانت لحلويات هيلين؟ في البداية إحنا اعتمدنا على استراتيجية اللي هي الاسم، يعني إنه نعرف بالاسم. السمعة السابقة، السمعة هي الورد اوف ماوث. هي السمعة كانت كنا بنعتمد 100% على السمعة في البداية. طبعا كنا مواجهين صعوبات انه ما في اي يعني وكالة اعلان هتخش معانا ويلا ونبدا وكذا، فاعتمدنا انه على السمعة، انه وعملنا شوية ماركتنج يعني على قدنا، انه نشترك في بازارات صغيرة، نعمل سامبلينج، نعمل ندي يعني نشترك في اشياء صغيرة ندي فيها سامبلينج للناس عشان يعرفونا، يعني حبه حبه لما بدانا نعمل غير المواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ونرسل ايميلات لاصحاب. هذه الحقيقه جدا مفيده، يعني مفادتنا كثير صراحه. لقيتوا انه منها بيجوا ناس ما في شك، ما في شك. أيوه. لانه الشريحه الاكبر من زبائننا أيوه. كلهم في الفئه العمريه اللي يستخدموا هذه المواقع أيوه. فاستخدمنا يعني اعتمدنا كثير على المواقع الاجتماعيه هذه، فيسبوك. شيء جميل، فكرة جديدة للتسويق في عصر الانترنت. نكمل معكم الحوار، بس أكيد مشاهدينا حنشوف الفاصل ده ونرجع. عشان الواحد برضو يحس إنه إلى الآن هذه صناعة منزل، وإلى الآن بين فترة أخرى لازم تيجي وتشوف إيش بيصير، يعني تيجي وتشرف عليهم هي شخصيا، وهذا مهم. نعود لكم مشاهدينا ونستكمل حوارنا مع ضيفينا أحمد إسماعيل وأكرم سعب. أهلين بكم من جديد. تطويركم لإنتاجية الحلويات في هيلين أكيد يعني بعد ما أخذتوا المنتجات زي ما هي كانت في المنزل، هل أضفتوا عليها إضافات جديدة، غيرتوا في الأنواع، أو أي حاجة ممكن تساعدكم من التسويق أو الوصول إلى كل شرائح العملاء؟ ما في شك، يعني لما جبنا المنتجات زي ما هي حاولنا انه بس نضفي عليها يعني اضافه بسيطه، يعني
تزيين بسيط يعني ما ما نحن تعمدنا انه ما نزينها بشكل كبير عشان لا نخرج عن يعني اطار المنزل اي صناعه المنزل. فعشان الواحد برضو يحس انه الى الان هذه صناعه منزل. بعض المنتجات اللي طورنا فيها كنا ايش نسوي مع العملاء، نعطيها كعينات للعملاء نخليهم يدوقوها قدامنا يعني على اساس يعطونا على طول آراءهم عن المنتج، ايش ممكن نطور فيه، ايش ممكن نحطه كويس ولا مو كويس. يعني في منتجات ممكن بالنسبه لنا نلاقيها انها ممتازه بس يمكن العميل ما يحبذها مثلا، فنضطر نسوي اشياء الا العميل يبغاها بالضبط، وبكذا احنا بنتطور شوي شوي وبناخذ اراء العملاء يعني بيقولوا حسنوا هذه الطريقه، عملوها كذا، سووا كذا، فبنتجاوب مع الكاستمرز. إيه لانه عاده الواحد ما يتطور اذا ما يسمع راي وصوت العميل. ايوه اكيد. بعد كذا في اداره المحل كموارد بشريه كموظفين، وانتم هذه اول تجربه لكم، واجهتكم صعوبات في تعيين موظفين، في تعليمهم الوصفات، التدريب، التطوير؟ احنا في البدايه جبنا الشيفس حقنا، جبنا 4 شيفس، والحمد لله يعني بوجود الوالده واخواتي ومعارفنا نقلنا لهم المعرفه اللي هي الاولى حقت الوصفات. هي الوالده بنفسها دربتها في البدايه. في البدايه كانت الوالده شغاله معنا كم 8 تقريبا 8 شهور او 9 شهور في المطبخ هنا، كانت في المطبخ في المحل الوالده مع اخواتي. والى الان بين فتره اخرى لازم تيجي وتشوف ايش بيصير، يعني تجي وتشرف عليهم هي شخصيا، وهذا مهم عشان لا لا يبعدوا عن الوصفه الاصليه اللي بيشتغلوا بها. ايوه اكيد، نفس المذاق نفس الجوده اللي عرفوها العملاء. بالنسبه للتمويل في إنشاء مشروع أو محل حلويات أو أي محل، شيء أساسي، وكثير شباب عندهم دي المشكلة في البداية، يقول لك نحن شغل من المنزل خلاص إنه أسهل، الناس بيعرفونا ما يفتحوا. أيوة يعني أحس فكرة فتح المحل صعبة، يقول أهم شيء مشكلة التمويل. كيف قدرتوا تتغلبوا على هذه المشكلة أو إيش عملتوا عشان يكمل كل أركان المشروع؟ يعني زي ما قلنا في البدايه التمويل جاء من الشركة. من الشركاء، يعني شركاء واهل امنوا في المنتج وامنوا بالفكره ومولونا. طبعا مع نحن حطينا برضو فلوس، يعني كل واحد حط حصته. يعني هذا يعني في ناس يمكن ما عندهم الامكانيه هذه، الشباب انه يجمع من ناس كثير، بس على ايامنا الان يعني بعد ما فتحنا المحلات بنسمع انه في بنوك كثير بتمول المشاريع الشابة يعني في بداياتها. صندوق المئوي. ليه ما فكرتوا انتوا تروحوا البنك؟ ليه اخترتوا تشوفوا الاصحاب ولا اقارب؟ احنا في البدايه قلنا نبدا طبعا انه في اي بزنس، في اي بزنس التمويل الذاتي طبعا بيكون افضل شيء. اي من افضل يعني من اي نواحي؟ افضل يعني وسيله انك تبدا بها وطبعا التمويل الذاتي، لانه اذا حنروح لبنك وحاجه لسه حنخش في اجراءات والفوائد والعمولات وحتدفعي مرابحة وسميها مرابحة فائدة اللي تبي تسميها، بس انك لازم حتدفع زيادة. يعني مثلا ال 200 الف اللي حتاخديها يعني حترجعيها 300 ويمكن 400 الف بالراحة. يعني فالمشروع اذا انت حتبدأي المشروع ما يستحمل انك تاخدي مبلغ وترجعين 90% بزيادة او يمكن الدبل. فافضل شيء تبدأي بمخزوناتك او المخزونات الشخصية المادية، وبعدين يعني ممكن تضيفي بعدين اذا في مشاريع توسع او كذا واحتجنا ممكن طبعا نروح لشركات او بنوك. فتحكم فرع جديد في ابحر كان فكره يعني لها سنه، متى قررتوا التوسع او انه يكون لكم اكثر من محل في جده او خارج جده؟ طبعا التوسع طبيعي في اي في اي محل في اي مرحله، يعني تقولي خلاص كان بعد سنة ونص، بعد سنة ونص تقريبا سنة ونص من الفرع الأول. السنة اللي إحنا لازم ننتشر، إنه لازم ننتشر. ومنطقة أبحر يعني منطقة واعدة جدا وفيها كثير ناس بينقلوا هناك بيسكنوا هناك، وما في أي محل هناك فاتح. فالحمد لله يعني توفقنا، لقينا فرصة، يعني درسنا الموضوع ولقينا هناك ممكن تكون في فرصة ونسبق البقية ونروح نفتح فرع ثاني. إيش اللي اخترتوا الموقع سواء في هذا الحي في جدة او موقع ابحر؟ ايش اهميه الموقع بالنسبه لكم؟ والله هو شوفي سببين بصراحه. يعني السبب الاول جاتنا فرصه في مكان يعني جدا مميز اللي هو قبل كليه البترجي في منطقه يعني تجاريه هناك. اثنين الحقيقه سعر الايجار اللي يمثل
يعني عبء كبير على اي مستثمر كان مناسب بالنسبه لنا. فوزننا الموقع مع الايجار حقيقه لقينا انه ما حيكون في استثمار ضخم زي ما استثمرنا في المنطقه اللي نحن فيها الان في المحل هذا يعني. فقلنا هذا الاثنين. في عنصر ثالث اللي هو المنطقه بالفعل واعده يعني المنطقه صارت سكنيه، واذا مو اليوم يعني انتشر يعني او انتشر العمران هنا بعد سنه بعد سنتين، فبعد سنه او سنتين لو تاخرنا ممكن يفوتنا الموقع المميز السعر المميز وزي كده. ومين هو اللي بيضع هذه الاستراتيجيات حقت الرؤيه اللي المستقبليه للمحل هيلين؟ فريق نحن والله احنا بنتشاور مع بعض تشاور يعني انا واحمد بنجلس وبنجتمع وبنتخذ قرارات، وطبعا اكيد بناخذ من خبرات زي ما قلنا اللي حولنا اقاربنا او لا يعني على قولهم ما خاب من استشار. بالضبط يعني لازم تسالي يعني حتى لو انت تعرف الجواب الصح 100% بس، وبالذات في المواقع الموقع جدا مهم في اي بزنس جديد. الموقع ممكن يا ينجح المحل يا يفشل المحل. بالنسبه للمحل انا لاحظت انه الديكور حقه جدا يعني دافئ هادئ بيتوتي، فايش قصه اختياركم لديكور المحل بهذا الشكل او بهذا الستايل؟ هي الفكره كانت انه يكون هذا الشيء اللي يميزنا، يعني زي ما يكون الاكل هو اكل بيتوتي نبغى نخلي كمان المحل كله كانه في البيت يعني، وحتى ولدرجه انه الناس صارت تتكلم بتقول انه هذا المحل كان انا رايح اجلس في بيتي يعني. انت تبي تعكس المنتج اللي بتبيعيه، تبي تعكسيه على روح المحل. ما كنا نبغى يكون كذا مره تجاري وكذا وزيه زي اي محل ثاني يعني. زي ما تشوف كذا حاسه نفسك كاني قاعده في بيت كنبه مريح يعني. حتى مريح المصمم اللي سوت لنا صراحه المحل لما جلسنا معاها اعطيناها بالضبط ايش تصورنا، قلنا لها نحن نبغاه يكون كانه بيت صغير او زي كوخ في اوروبا ولا كوخ زي كذا الاكواخ اللي تحسيها، عشان ما نبغى نخرج من الروح انه روح البيت. أتمنى لكم التوفيق والله، مكان جدا جميل ويعني يساعد الناس تجلس فيه وتحس بسعادة ودفء. حابة أسألك أكثر، هل لقيت إنجازاتك؟ أنا شفت صور شهادات تقدير ودروع، تقدر تكلمني عن هذه التقدير والإنجازات؟ هذا أول شيء فضل من الله، أول شيء ثاني يعني الناس يعني لو تلاحظوا حتى الشهادات الناس كاتبينها بيدها، في اشياء في اوراق رسائل من العملاء بيدهم. ليش؟ لانهم مو حاسين انهم حبوا المكان بين عائلتهم يعني. احنا بعض المرات حتى في الفيسبوك لما نتكلم مع العملاء ما نقول لهم اعزائي العملاء، لا اعزائنا الاهل الاصدقاء. نحن بننظر للعملاء كانهم اصحاب وكانهم اهل يعني، من جد كاننا كلنا اهل. بالنسبه لشهاداته يعني ما حنقدر نقول والله كيف جات، بس الحمد لله يعني شغلنا يعني الحمد لله زي يدل انه الحمد لله احنا قدرنا نقدم حاجه حلوه للناس يعني. يعني عرفنا نلامس الشريحه والنقطه اللي في اللي الناس يبوها بالضبط الحمد لله الشكر. في الآونة الأخيرة ارتفع معدل استهلاك الحلويات الغربية تحديدا لارتفاع فائض الدخل الفردي واتساع شريحة المستهلكين من صغار السن، وتشير التوقعات إلى أن احتمال ارتفاع مبيعات الحلويات في المنطقة خلال السنوات العشر القادمة سيتراوح ما بين 15 إلى 20%. تطلعاتكم لهيلين الحلويات ايش؟ فين تشوفوا مستقبلها؟ ايش عندكم خطط للمستقبل حاطينها؟ والله احنا الحمد لله حاطين خطه ان شاء الله يعني ربنا يوفقنا ونحقق الخطه هذه. طبعا خطه التوسع الحمد لله جوا يعني جوا السعوديه، في خطط نبدا طبعا خارج جده كخطوه طبيعيه وننتشر في الشرقيه ان شاء الله وفي الرياض. طبعا حتكون بيجوكم عملاء من خارج جدة يعني بيطلبوا؟ بيجوا ناس بياخذوا ما شاء الله في ناس الرياض، في ناس بتجي من الرياض بتطلب بياخذوا كراتين بياخذوا كراتين على الرياض. نعم الحمد لله يعني سمعتنا ساعدتنا انه تنتشر في المدن الكبيرة. بالنسبة لخطط التوسع زي ما قال اخوي اكرم، طبعا في خطط توسع يعني الحمد لله بعد اول سنة ونص من عملنا جانا مستثمر كبير صراحة في الرياض، طلب انه ياخذ العلامة التجارية في الرياض كفرانشايز او تميز في الرياض. بس يعني نحن في بداياتنا لسه، لازم
لازم ندرس الموضوع من جميع لازم نتأكد إنه إحنا نكون جاهزين إيه عشان نقدر نبيع الاسم لأحد تاني عشان يتوسع ونعطي حق الامتياز لناس تانية. أكيد. طيب أنتوا ما فكرتوا مثلاً تفتحوا حاجة مصاحبة للحلويات؟ يعني ممكن تضيفوا أطعمة، تضيفوا حاجة، أو إنه هذا حيغير الامتياز اللي أنتوا تميزتوا به؟ لا إحنا يعني بنفكر في كل الاحتمالات. وعندنا في أنواع تانية مكملة لللاين حقنا. وفي يعني في أفكار، يعني فكرة محل يكون لواحد بس للحلويات. صح. جديد. أيوة. يعني غالباً يحطوا شوية أيوة. فأنتوا عملتوا محل يوجد فيه ناس وزي كده خاص للحلويات. يعني ما كيف لقيتوا ردة فعل الناس في البداية؟ يعني حقيقة تعنينا إنه يكون المحل بس حلويات، ما نبغى نخلط بين حلويات كده، بس يعني التخصص هو أحسن شيء في أي قطاع. ولكن بنفكر نفتح يعني خط جديد لهيلن ونسميه مطعم هيلن. عرفتي؟ يعني الحمد لله عشان اسم بنيناه والناس ثقتهم في الاسم كهيلن يعني واثقين فيه، فكرنا نفتح مطعم ونسميه مطعم هيلن ويكون مطعم يعني نبني على السمعة حق على محل الحلويات، ويظل هيلن اللي هو هيلنز يعني للحلويات محل بحد ذاته. بالنسبة لتوسعكم ما فكرت في خطر المنافسة؟ يعني سوق الأطعمة سوق كبير، والسنوات الأخيرة صار في تزايد زي ما نعرف لخط الحلويات أو الكب كيك أو الحلويات الأوروبية والأمريكية، فإيش كان عندكم توجه عشان تواكبوا هذه الموجة؟ طبعا دحين السوق يختلف عن 3 سنين بالضبط. دحين التنافس صار يعني جدا 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 شديد، وطبعا اذا دخلنا في اي نوع جديد من انواع الاطعمه حيكون في اخطار جديده متعلقه بهذا النوع، بس كله في الدراسه حقتنا وكلنا ان شاء الله يعني الله يوفقنا ونقدر نتنافس مع السوق كبير يستوعب ويستحمل هيلنز وغير هيلنز بصراحه. ولكن احنا في الاخير ما نقول الا ما يصح الا الصحيح. اكيد ما يصح الا الصحيح، ونتمنى لكم كل التوفيق والنجاح والتوسع في جدة أو مناطق المملكة المختلفة. مشاهدينا، وبهذا الحوار نختم حديثنا مع تجربة هيلن للحلويات، وألقاكم في حلقة جديدة. شكرا لكم.